السلام عليكم الاعزاء الخمسه. كما كنشوفوا اليوم على الملحقه الاداريه 60 واعوان السلطه ورفقه القوات المساعده، جاو عندكم اليوم الدار كيباركوا لكم العيد وكيقولوا لكم الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه ومن تعبان ان شاء الله يا رب. السلام عليكم. كما كتشوفوا اليوم في ليلة العيد المبارك قائد الملحقة الإدارية 60 وأعوان السلطة وأيضا القوات المساعدة خرجوا اليوم عند الشعب عند الناس ديالهم أنه كيباركوا اليوم العيد في ديورهم وكيخرجوا عند وليداتهم كيعطيوهم الهدايا ديالهم باش يفرحوهم بالعيد وباش ينسيهم أيضا بهذا الوباء هذا اللي داز علينا كاملين صعيب. وكنتمناو للأمة الإسلامية كاملة عيد مبارك سعيد. ولا ماشي أول مرة غادي نقوموا بهذه البادرة، قمنا بها العام اللي فات في ظل جائحة كورونا فاش كانت في عز كورونا قمنا بهاد الخرجة هادي بحال هكدا. واليوم كنزكيو كما كنقولوا الخرجة هادي الخرجة الثانية على التوالي، هذا العيد الثاني على التوالي كنخرجوا رفقة القائد. بطبيعة الحال هادي ماشي كتبين، هادي دائما كان القائد قريب من السكان ديالو، أنه دائما البيرو ديالو كيكون محلول. بطبيعة الحال كما أنا حتى أنا راه واحد من المواطنين اللي تابع لديك الملحقة الإدارية، والحمد لله انه كما كتشوفوا كلشي فرحان ونتمنى يدخل علينا هذا العيد بالصحه وبالسلامه ان شاء الله.